مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار الائتلاف نقدمها لكم عبر منصاته، نستهلها بالعناوين. الائتلاف الوطني: إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب خطوة ضرورية لتحجيم أدوات نظام الملالي في سوريا وعموم المنطقة. سوريا في المرتبة قبل الأخيرة على مؤشر السلام، وزيارة أممية مرتقبة إلى نظام الأسد ومنسقو الاستجابة يحذرون. اشتباكات مسلحة في درعا البلد وتوثيق أكثر من 200 ضحية بسبب الجوع خلال حصار مخيم اليرموك. وفي نشرتنا أنباء أخرى متفرقة تتابعونها بعد الفاصل. اعتبر عضو الائتلاف الوطني السوري أيمن العاسمي أن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب من قبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن تحجيم قدرات أحد أهم الأدوات التخريبية لنظام الملالي في المنطقة هو تحجيم لمشروع إيران التوسعي والتخريبي في سوريا والمنطقة عموما الذي يهدد السلم الدولية. وقال العاسمي إن فرض العقوبات على الحرس الثوري الإيراني هو تقليص لنفوذ النظام الإيراني وتحجيم لدوره الإقليمي باعتباره من أبرز رعاة الإرهاب والإجرام في المنطقة، مؤكدا على ضرورة إيقاف مخططات إيران التوسعية وتدخلاتها السافرة في سوريا وبقية الدول العربية. جاء ذلك عقب تصريح لوزيرة الخارجية الألمانية أنيلينا بيربوك يوم أمس الأحد، قالت فيه إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب. أكد فريق منسقو استجابة سوريا أن مقررة الأمم المتحدة المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا ستقوم بزيارة تستغرق أسبوعين إلى مناطق نظام الأسد لبحث العقوبات الاقتصادية على التنمية. أشار الفريق إلى أنه سبق تلك الزيارة زيارات أخرى لوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مناطق نظام الأسد واجتماعه مع مسؤولين تابعين للنظام. تأتي هذه الزيارات وسط إدانات متعددة عبر عنها الائتلاف الوطني السوري في العديد من بياناته ولقاءاته. هذا ومن جانبه أكد فريق منسقو الاستجابة أن تجاهل المجتمع الدولي وتغاضيه عن العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد هو خطوات تمهيدية لتمويل الآلة العسكرية لنظام الأسد. ونبه الفريق إلى أن تلك الزيارات الأممية لم تكن إلى الداخل أو مخيمات المهجرين للاطلاع على احتياجاتهم الكاملة، والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقا نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا ونظام الأسد. وذكر أن هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول إطفاء الشرعية الكاملة على نظام الأسد، مؤكدا أن كل المحاولات ستبوء بالفشل والتي تستهدف إعادة تعويم نظام الأسد. على وقع مطالبات الائتلاف مقاضاة نظام الأسد الذي أجرم بحق السوريين والفلسطينيين على حد سواء ووقع خطوات التطبيع التي قامت بها حركة حماس مع نظام الأسد، أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أنها وثقت قضاء أكثر من 200 لاجئ فلسطيني بسبب الجوع خلال الحصار الذي كان يفرضه نظام الأسد على مخيم اليرموك. وبحسب تقرير نشرته المجموعة فإنها وثقت بيانات 219 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين السوريين، بينهم 37 طفلا و151 رجلا و68 امرأة قضوا إثر الجوع ونقص الرعاية الطبية بسبب حصار مخيم اليرموك في العاصمة دمشق. وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد والميليشيات التابعة لها فرضت حصارا كاملا على مخيم اليرموك في الشهر السابع من عام 2013. رافق الحصار قطع للماء والكهرباء بشكل كامل، ومنعت قوات الأسد دخول المواد الغذائية والطبية، ومنع الأهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية، ما أدى إلى انعدام مقومات الحياة فيه، حتى أن الأهالي داخل المخيم باتوا يأكلون الحشائش وألواح الصبار في حين لقي البعض حتفهم نتيجة الجوع. اندلعت اشتباكات مسلحة اليوم الاثنين في درعا البلد بين مجموعات محلية وخلايا ومجموعات تابعة لتنظيم داعش في المنطقة، أدت إلى مقتل اثنين من عناصر التنظيم. وذكر التجمع أن المجموعات المحلية المسلحة تتهم عناصر تابعين لتنظيم داعش بالوقوف خلف العديد من عمليات اغتيال سابقة طالت قادة وعناصر في الجيش الحر.
ونبه إلى أن أصابع الاتهام تتوجه نحو جهاز الأمن العسكري التابع لنظام الأسد بنقل قادة وعناصر للتنظيم من منطقة لأخرى بهدف إعادة التصعيد العسكري إلى محافظة درعا. هذا ويواصل نظام الأسد التحرك داخل محافظة درعا وتجنيد خلايا تابعة له هدفها ضرب الاستقرار في المنطقة وتنفيذ عمليات الاغتيال في المحافظة. مستمعينا الكرام، ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من الائتلاف الوطني السوري وفيها بعد الفاصل. وزير الزراعة يشارك في الاجتماع الدوري لمجلس القبائل والعشائر السورية لمناقشة الواقع الزراعي في المناطق المحررة. أهلا بكم من جديد. جاءت سوريا في المركز قبل الأخير في مؤشر السلام العالمي على المستوى العربي الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام في نسخته لعام 2022، واحتلت قطر المرتبة الأولى عربيا والثانية والعشرين عالميا، لتليها الكويت على المستوى العربي ثم الأردن والإمارات وسلطنة عمان، وذلك بحسب مخطط بياني نشره المعهد لتنضم هذه الدول في المؤشر ضمن فئة الدول ذات المستوى العالي من السلام. والدولة الأخيرة هي اليمن، حيث سجلت كالدولة الأقل سلما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثاني على التوالي، وهو المركز الذي شغلته سوريا منذ 2014. الجدير بالذكر أن أيسلندا الدولة الأكثر سلاما في العالم، وهي المكان التي احتلتها منذ عام 2008، وقد انضمت إليها نيوزيلندا وإيرلندا والدنمارك والنمسا في صدارة المؤشر. وفي خبرنا الأخير، شارك وزير الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة المهندس هايل أحمد خليف في الاجتماع الدوري للهيئة الاستشارية في مجلس القبائل والعشائر السورية. وتأتي هذه المشاركة لوزير الزراعة بدعوة من الهيئة الاستشارية لمجلس القبائل والعشائر السورية لمناقشة الواقع الزراعي في المناطق المحررة. وأشاد وزير الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة بدور مجلس العشائر والقبائل السورية في المجتمع، لا سيما الدور الاقتصادي، إذ تشكل العشائر الركيزة الأهم في الزراعة كجزء من الناتج الاقتصادي المحلي. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرة أخبار الائتلاف، قدمناها لكم، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.